ولتسليط الضوء على هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة النائب عبد الله بن حويل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب، وبداية لو تحدثنا عن أهمية تنفيذ مثل هذا التمرين وفي هذا التوقيت بالذات. مساء الخير. التمرينات والمناورات الأمنية المشتركة بين قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني هي تأتي في إطار الاستراتيجية العسكرية الأمنية لمملكة البحرين، والتي تقوم على رفع الكفاءات القتالية والدفاعية بشكل مستمر وقاعد. والمرحلة الحالية اللي تمر بها المنطقة وتزايد الإرهاب وانتشاره بسرعة يستوجب علينا التنسيق الأمني بين الأجهزة المختصة وعلى كافة المستويات، وخصوصا فيما يتعلق بمواجهة آفة الإرهاب. وفي الحقيقة أحب أثني على المستوى العالي اللي وصلت إليه المؤسسات العسكرية البحرينية من النضج والتدريب والتأهب القتالي، ودخولها المستمر بالمناورات والتدريبات التي أضفت لها الكثير من الخبرة والدراية من خلال برامج المحاكاة والقريبة من الواقع. وحنا في مجلس النواب بدورنا ندعم كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية المتنوعة لكافة التشريعات والقوانين والمقترحات التي من شأنها أن تسعفها على إنجاز مهماتها. نعم سعادة النائب، تحدثتم عن أن هذا التمرين يشمل تعاون عسكري وأمني بين كافة أجهزة الأمنية والعسكرية في البحرين. لو تحدثون عن أهمية وجود مثل هذا التنسيق بين هذه الجهات الحيوية والمهمة. أهم مثال أو أسرع مثال أقدر أقوله هو مشاركة القوات البحرينية مع قوات التحالف في حرب اليمن، لهو أكبر دليل يعني على التنسيق فيما بينهم. وذلك من خلال مشاركتهم القتالية ويعني رفع مستوى الأجهزة الأمنية سواء كان في البحرين، ولما راحت وشاركت يعني بيّنت أن أجهزة التدريب العسكري البحريني كان وراه رجال يعني فعلا أهلوا الناس هذه تأهيل صحيح، وكان أثبتت البحرين على صغر حجمها ومشاركة قواتها في اليمن لهي أكبر دليل لنا، وهذا الشيء إحنا في الحقيقة نفتخر فيه جميعا. بالتأكيد سعادة النائب عبد الله بن حويل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.